عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين. وفساد ذات البين هي الحالقة. وقوله أفضل من الصلاة والصيام والصدقة المراد النوافل وليس الفرائض، فإصلاح ذات البين أعظم ثوابا من الصلاة النافلة ومن صدقة النافلة ومن صيام النافلة. وقوله إصلاح ذات البين أي ما يكون بين الناس.